شخص تاب وأصبح يصلي، ماذا يفعل في الفترة التي لم يكن يصلي فيها؟ هل يقضيها علما بأنه لا يعلم كم عدد الصلوات التي فاتته في تلك الفترة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، ومقامها في الإسلام مقام عظيم لا دين لمن لا يصلي. من تركها متعمدا جاحدا لوجوبها فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين، ومن تركها متكاسلا مع إقراره بوجوبها فإنه أيضا يكون كافرا كفرا أكبر على الصحيح. من قول العلماء هي أدلة كثيرة تدل على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والكفر المذكور في الحديث يراد به الكفر الأكبر، بدليل قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أن الذي لا يصلي أنه ليس من إخواننا في الدين، ومعنى ذلك أنه يكون كافرا. قال تعالى في حق الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن والمصلين، إلى آخر الآيات. إلى قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. معلوم أن الشفاعة تنفع لأهل الكبائر بإذن الله عز وجل، وإنما الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين هم الكفار، دل على أن تارك الصلاة من جملة الكافرين الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. إلى غير ذلك من الأدلة دل على كفر تارك الصلاة، سواء كان جاحدا لوجودها أو كان متكاسلا مع إقراره بوجودها. وبناء على ذلك، فإن الذي كان تاركا للصلاة مدة طويلة ثم تاب إلى الله توبة صحيحة وحافظ على الصلاة، فإنه لا يعيد ما تركه في الماضي، لأنه كان في العهد الماضي كان على الكفر. ومعلوم أن الكفار إذا تابوا فإنهم لا يؤمرون بقضاء الصلاة التي تركوها في مدة الكفر. نعم، جزاكم الله خيرا.